السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام سي الحاج. حياك الله لاله فاطمه. كيداير سيدي لاباس؟ ولله الحمد. ذكرى مولد النبوي الشريف بكامل الصحه ان شاء الله والمغفره. يا ربي يا كريم. شكرا سيدي على البرامج اللي كدير، حنا راه من المتتبعين ديالك كل ليله، حنا معك. اعزك الله اختي فاطمه. بارك الله فيك سيدي، بارك الله فيك، انت طيب وكلامك طيب وكلك طيب، بارك الله فيك، الله يجازيك سيدي بخير. حفظك الله ورعاك لاله فاطمه، اكرمك الله. بخير سيدي. بغيت غير نسولك سيدي، دابا كاين اللي كيقول الاحتفال، لا كاين اللي كيقول الاحتفاليه وحرنا واحد وكنتصل بك في الليل ما كيشدش ليا الخط باش نسولك، وبغينا نعرفوا كيفاش ملي نفيقوا الصباح ديالنا يوم يوم ذكرى مولد النبوي. نعم. كيفاش ندوزوا النهار كله؟ لاله فاطمه نسولك واحد السؤال مقابل ذلك، واش باقي كتذكري ايام زمان ملي كنتي مازال باقا صغيره؟ نعم. كيفاش كان الاحتفال في البيئه ديالكم في الحومه مع العائله والاحباب؟ كانوا كيحتفلوا سيدي، ما نقولكش لا، كانوا كيحتفلوا، كنا كنلبسوا الحوايج جداد. دابا قالوا لك سيدي لا، انا واحد السيده جارتي شي شحال هذه من سنه درت غسيل الحلوى وديته لها، دخلت لقيتها قالت لي لا ما تقوليش مبروك العواشر. لا اله الا الله. ايوا، ومن تما حسيت باسميتو ما عرفناش حنا، واخا المهم شي كيقول سيدي جائز، شي كيقول لا ما خصكش. نعم. تحتفلي وحرنا سيدي، ما عرفناش شنو غادي نديروا. المهم انا جامع اليوم العائله دايره معاهم صله الرحم عندي في الدار، وهذه نعمه، هذه نعمه عظيمه الحمد لله. داكشي استاذ دكتور والله لا يخطيك علينا، الله يجازيك بخير، وبغينا نعرفوا. واخا لاله فاطمه، خطأ من الصواب، بارك الله فيك. يا لاله فاطمه شكر الله لكم. الله يجازيك سيدي بخير، الله يجازيك بخير، راك مش غادي نقول لك نورتينا، الله ينورك ويخلي لك معزه عليك يا دكتور، الله يسهل عليك. الله يرفع المقام ديالكم لاله فاطمه. بارك الله فيك سيدي، بارك الله فيك، راك محبوب لواحد الدرجه ما نقولكش سيدي، بارك الله فيك. رفع الله مقامكم لاله فاطمه. الله فيك سيدي، لا يخطكم. وتحيه لاهل اكادير. ونعود نذكر الساده المستمعين ما الذي يقع هناك. فعلا بعض العلماء الاجلاء يقول بان الاحتفال بهذه الذكرى بدعه وكل بدعه ضلاله. وهؤلاء العلماء اللي كيقولوا هذا الكلام عندهم جانب من الصحه، لماذا؟ لانهم يريدون تصحيح السنه النبويه الشريفه، فهدفهم هو تصحيح الدين من كل دخيل، وهم فرسان السنة وهم حماة العقيدة، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. لكن في النظر إلى الشريعة الإسلامية ممكن أن نقول بأن هناك اتجاهين اثنين، هناك الاتجاه الظاهري الذي يتعامل مع النصوص بحرفيتها، وهناك الاتجاه المقاصدي الذي يتعامل مع النصوص بمراميها وأهدافها ومقاصدها. اللي هما كيشوفوا الجانب الظاهري كيقول بأن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده لم يكن يحتفل، كان يمر اليوم مرور الأيام، والصحابة أيضا كانوا هكذا، والتابعون من بعدهم كانوا هكذا، والأئمة الأعلام الإمام مالك والإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة كلهم كانوا هكذا. لماذا؟ لأن زمانهم كان قريبا من زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الدين كان ظاهرا وبارزا في المجتمع، وكانت السنة واضحة لدى الجميع. العلماء اللي كيقولوا اليوم خصنا نديروا هذا الاحتفال كيقولوا لأن مرت حوالي 15 قرن، 1436 سنة مرت علينا من ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنوات طويلة وطويلة جدا. اللي وقع الان هو احنا ما نقارنوش نفوسنا بالصحابه وبالتابعين، هذوك الايام كتسمى القرون الفاضله. قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكثر الخبث. يعني ثلاث قرون الاولى كان فيها الخير والايمان والصدق، ولكن فيما بعد كثر الخبث، بمعنى ان كثرت السيئات وأصبح الدين غريبا وسوف يعود غريبا، فطوبى للغرباء. مجموعة من العلماء منذ أيام زمان في عهد الفاطميين في مصر، مصر
كان فيها اقتتال وصراع، وأصبح الناس يتحدثون عن الطائفية، الشيعة والسنة والتيارات المختلفة، المعتزلة والأشاعرة والمتردية، وصراعات كثيرة. ومعظم هذه الطوائف لها أهداف سياسية محضة، كل يبحث عن السلطة والتمسك بزمام الأمور، فأدخلوا وأقحموا الدين في هذه القضايا السياسية، فضاع الدين، ضاع بهاء الدين وجمال الدين ورحمة الدين. فقام بعض الصالحين وأرادوا أن يعيدوا الأمة إلى سابق مجدها، فكانوا يقتنصون كل فترة من الفترات لكي يشع نور الإيمان في القلوب. فجاء ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب، من أول الدول التي احتفلت بهذه الذكرى المغاربة، خصوصا في سبتة. سبتة كانت قريبة من إسبانيا، وكان هناك المسيحيون في الأندلس، والناس أصبحوا يحتفلون بميلاد سيدنا عيسى بن مريم، ميلاد يسوع. فالناس أصبحوا مفتتنين بميلاد عيسى بن مريم، ويقومون بالتحضير الحلويات، ويأخذون اليوم عطلة رسمية، وتلتقي العائلة فيما بينها، فيكون إشعاع روحي في قلوب الناشئة الأطفال الصغار، فيصبح لديهم حب للديانة المسيحية. فارتأى العلماء الصالحون الذين يريدون إنقاذ دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذا جاء ذكر مولده نفعل مثلهم وزيادة، نقوم ب إحضار المحاضرات وتحضير الندوات وإقامة الموالد. الموالد عبارة عن مجموعة من الناس يجتمعون في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يحب المديح، لطالما سمع المديح بأذنه الشريفة. فمرة جاء الحبشة يرقصون في المسجد النبوي الشريف، يرقصون ويغنون، فجاء عمر ابن الخطاب وقال مزامير من مزامير الشيطان في مسجد رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، وأني محت بالحنيفية سمحة. دعهم يا عمر حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، وأني بعدت بالحنيفية سمحة. فقامت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرادت أن ترى رقص الحبشة في المسجد النبوي الشريف، كانت تشرئب بعنقها. فقال صلى الله عليه وسلم لعائشة أتشتهين تنظرين إليهم؟ قلت نعم يا رسول الله. فقال تقدمي. قالت أمنا عائشة فأسندت كتفي على كتفه وخدي على خده، والحبشة يرقصون في المسجد النبوي الشريف ويلعبون بحربهم. فسأل زيد بن ثابت ماذا يقول هؤلاء الحبشة بالحبشية؟ قال يمدحونك ويقولون محمد رجل صالح ودينه أمر فالح. فقال صلى الله عليه وسلم دونكم يا بني أرفدة، دونكم يا بني أرفدة، أي استمروا في هذا المدح وهذه الأفراح وهذه المسرات. فخلاصة الكلام بأن الاحتفال بمثل هذه الذكرى تكون بصلة الأرحام والتجمع على الكتاب والسنة وإحياء قيم الدين في قلوبنا أجمعين. فنسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.